أخبار اليوم. أنا بقول النهاردة احنا في يوم روحاني أثر على الجميع. أول ما دخلنا في هذا المكان الاحتفال بعيد استشهاد القديسة كاترين، قدرنا بالفعل كلنا شعرنا براحة نفسية وسلام مع الله وسلام مع النفس وسلام مع الآخرين. هذا المكان يمكن احنا مقصرين فيه ترويج سياحي، لأنه ينفع فيه هنا سياحة علاجية، ينفع فيه سياحة عادية، مهمة سياحة دينية، والسياحة الدينية دي مشهور هذا المكان بأكتر حاجة سياحة دينية. ناقصنا كمان سياحة مهمة قوي اللي هو السينما، تصوير عالمي. احنا محتاجين ان ندي قوة أكتر وأكتر لكل من يعمل في الأفلام العالمية. يقدروا كمان بدل ما في ناس بتاخد تصور هذه الأماكن وتعمل ديكورات في بلادها، ما احنا عندنا ربنا ادانا النعمة وهذه الهبة طبيعية من غير ما نتعب فيها كبشر. غير اللي عندنا سياحة طبعا الفرعونية والأخرى، احنا محتاجين كمان سياحة لهذا المكان.